بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 34 من سلسلة دروس تفسير القرآن الكريم من الكتاب المسمى ببحر العلوم للفقيه أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال ابن عباس في قوله عز وجل: حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات المكتوبات الخمس في مواقيتها بوضوئها وركوعها وسجودها، يعني الأصل أحبابنا، أصل الحفظ. لما قال القرآن حافظوا على الصلوات، أصل الحفظ هو الضبط، أصل الحفظ هو الضبط. وحفظ الشيء عن النسيان هو ضبطه في القلب، أن تضبطه في قلبك. وكذلك حفظ الشيء عن الضياع هو أن تضبطه بنفسك. فالأصل في معنى الحفظ الضبط. فهنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين لنا أن المحافظة على الصلوات بأن تكون بضبطها، وضبطها بأن تأتي بها في أوقاتها، وأن تحسن وضوءها، وتحسن ركوعها، وتحسن سجودها، يعني أن تأتي بجميع الأركان والواجبات والسنن والآداب، بذلك تكون قد ضبطت وحافظت على صلاتك. قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يقول: والصلاة الوسطى خاصة حافظوا عليها، يعني بعد أن أمر الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات الخمس عموما، ركز وأكد بالأمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى، ويقال هي صلاة العصر، ويقال هي صلاة الصبح، ويقال هي صلاة الظهر. طبعا هذه أقوال، ولكل قول أدلته. قال: حدثنا القاسم بن محمد ابن روزية قال: حدثنا عيسى ابن خشنام قال: حدثنا سويد ابن سعيد عن مالك ابن أنس أنه بلغه عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم كانا يقولان: صلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك: وذلك رأيي أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر. قال: أخبرنا القاسم بن محمد قال: حدثنا عيسى بن خشنام قال: حدثنا سويد بن سعيد عن مالك عن داود بن الحسين عن رجل عن زيد بن ثابت قال: صلاة الوسطى صلاة الظهر. وبهذا الإسناد عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن الحكم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله عنها أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، تصح المصحف بتثليث الميم، تقول مصحف ومصحف ومصحف. وقالت، قالت له يعني أمنا عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت هذه الآية فآذني، أعلمني وأخبرني.
فلما بلغتها يقول مولاها فلما بلغتها آذنتها أخبرتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر صلاة العصر. فإذا هذه ثلاثة أقوال ذكرها وذكر أدلتها أيضا. قال الفقيه ولعل يعني بعض الكثير من الفقهاء يعني تبنوا صلاة الفجر وقالوا صلاة الفجر يعني لأنها هي أثقل الصلوات أثقل الصلوات على الإنسان لأنها مسبوقة بنوم فثقلها هذا يؤدي إلى أن يغفل الناس عنها يسهرون في الليل وينامون فينامون عن صلاة الفجر وإذا قاموا إلى صلاة الفجر يقومون في آخر الوقت ربما أو يقومون كسالى يقومون وهم كسالى على صلاة الفجر يجرون جرا من الفراش. لذلك الباري عز وجل حذر وأكد على صلاة الفجر قال حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال الفقيه حدثنا أبو إبراهيم الترمذي عن أبي إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي عن نافع مولى بن عمر قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبي إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي عن نافع مولى بن عمر وكان يكتب المصاحف أنه قال استكتبتني حفصة بنت ابنة عمر مصحفا استكتبتني طلبت مني أن أكتب لها مصحفا وقالت إذا بلغت هذه الآية فلا تكتبها حتى تأتيني فأمليها عليك كما حفظتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغتها أتيتها بالورقة فقالت اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. ويقال هي قراءة عبد الله بن مسعود. وروي عن أبي هريرة وابن عمر أنهما قالا صلاة الوسطى العصر. وروي عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت ظننت أنها صلاة الفجر أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الخندق وقد شغلوا عن صلاة العصر قال ملأ الله بطونهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. انظر كيف نص النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة الوسطى. وإنما كان فائدة التخصيص بصلاة العصر لأن ذلك وقت الشغل يعني الناس مشغولون في أمر دنياهم ويكون الأصل كانوا ينكبون على أمور الدنيا في هذا الوقت. ليه؟ لأن الليل والشمس قاربت أن تغرب فهم يريدون ينهمكون أكثر مما كانوا قبل. ليه؟ يريد كل واحد منهم أن ينجز عمله الذي بدأ به فلذلك يستعجل وينهمك فيغفل عن صلاة العصر. قال أن ذلك وقت الشغل فيخاف فوتها ما لا يخاف لسائر الصلوات. وقد أكد بالذكر يعني أكد كون الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بالذكر يعني بالتنصيص عليها بقول النبي عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فهذا تنصيص وقد أكد بالذكر وبطريق المعقول كذلك أكد يعني استدل على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى بأمرين بالمعقول وبالمنقول. المنقول مر معا أما المعقول قال أن قبلها صلاتي النهار الصباح
والظهر، وبعدها صلاتي الليل المغرب والعشاء، فتكون هي إذن صلاة الوسطى. وبها بنفس الدليل هذا استدل لصلاة الفجر، فبعضهم قال صلاة الفجر صلاة بين نهاري بين الظهر والعصر نهاريتان، وبين المغرب والعشاء ليليتان، فيستدل على أن صلاة الفجر. وقالوا بأن صلاة العصر الفجر هي لا هي بليل تؤدى ولا بنهار تؤدى، لا هي ليلية ولا هي نهارية، لا هي ليلية ولا هي نهارية. نعم، هكذا استدل أيضا للقول بأن صلاة الفجر هي الصلاة الوسطى. وقوله تعالى وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، سمعنا وأطعنا، يعني قوموا لله طائعين في الصلاة مطيعين، ويقال صلوا لله قائمين، فكأنه أمر بطول القيام في الصلاة، أمر بطول القيام في الصلاة. هذا الأصل أحبابنا، أن الواحد منا إذا صلى يتلذذ بالقرآن الذي يقرأه أو بالقرآن الذي يسمعه أو بالوقوف بين يدي الله عز وجل منصتا إذا كان مقتديا، يعني يشعر بمتعة ولذة إذا ما فعل ذلك. ولكن في هذه الأيام أصبح عند كثيرين من الناس، يعني كان الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال، الآن صارت الناس يقولون أرحنا منها، فصاروا يصلون الصلاة هكذا، فإذا ما أطال الإمام الصلاة قليلا ربما ينزعج الناس ويتضجرون ويتضايقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صارت الصلاة هما بعد أن كانت محلا لتفريج الهموم ولرفع الكروب ورفع المحن الإنسان. لذلك كان الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، لأنه كان يجد فيها السكينة والطمأنينة. وهذا ما ينبغي علينا أحبابنا، ونحن والله مقصرون بهذا، يعني ينبغي الواحد منا بمجرد ما شعر بضيق يقوم، أي مهما كان العمل الذي كان بيديه، تقوم توضأ صلي ركعتين على نية أن يرفع الله الهم الذي قذف في قلبك، الغم الذي وقع على كاهليك، صلي ركعتين بهذه النية، فالله تبارك وتعالى يعني إن شاء الله يفرج عنك همك ويرفع عنك كربك. لا إله إلا الله. إذا فكأنه أمر بطول القيام في الصلاة، كما قال في آية أخرى يا مريم اقنتي لربك، يعني اقنتي لربك. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه سئل عن أفضل الصلاة فقال التي يطيل القنوت فيها، يعني القيام. ويقال قانتين يعني ساكتين، كما روي عن زيد بن أرقم أنه قال كنا نتكلم في الصلاة، كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين، يعني فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقال الزجاج القنوت المشهور في اللغة الدعاء في القيام، الدعاء في القيام. وحقيقة القانت، حقيقة القانت هو القائم بأمر الله عز وجل، القائم بأمر الله. ثم قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إذا خفتم العدو فصلوا قياما، فصلوا قياما. الله. فإن خفتم فرجالا، إيش فرجالا؟ يعني قياما، فرجالا يعني قياما، لأن قوله رجالا جمع راجل، جمع راجل، وهو القائم على الرجل. فهنا إذن فإن خفتم فرجالا ليس يعني مشاتا،
لا، فالرجال جمع إيش؟ جمع راجل، والراجل هو القائم على الرجل حبذا لو تكتبون هذا على هامش الكتاب. يعني إذا خفتم العدو فصلوا قياما، فإن لم تستطيعوا أن تصلوا قياما يعني فصلوا ركبانا على الدواب، أو ركبانا جمع راكب طبعا. وعندنا يصلون وحدانا، عندنا يصلون كل واحد لوحده إذا كان يصلون ركبانا، ولا يجوز أن يصلوا بجماعة عند سيد أبي حنيفة رحمه الله، بل الركبان يصلي كل واحد لوحده. أما لو قياما رجالا نعم تصلى صلاة الخوف كما مر معنا بكتب الفقه. قال فإن لم تستطيعوا فصلوا ركبانا على الدواب حيثما توجهت بكم بالإماء، تصلون بالإماء. وهذا موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر صلاة الخوف ثم قال في آخره فإن كان الخوف أشد من ذلك قال صلوا على أقدامكم، يعني قياما يعني رجالا، أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. ومر معنا في كتب الفقه أحبابنا أن الخائف قبلته جهة أمنه، الخائف قبلته جهة أمنه، والعاجز قبلته جهة قدرته. قال فإذا أمنتم يعني من العدو والخوف فاذكروا الله كما علمكم، يعني صلوا. فهنا فاذكروا يعني صلوا، المراد بالذكر هنا الصلاة. فإذا أمنتم فاذكروا يعني صلوا كما علمكم 4 ركعات في الرباعية، يعني صلوا كما علمك 4، صلوا كما علمكم 4، وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني علمكم الصلاة ولم تكونوا تعلمون من قبل، أو من قبل عفوا، ممكن أقول من قبل ذلك التقدير. قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. ثم قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني يموتون ويتركون نساءهم من بعدهم في العدة، يعني والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، يعني يوصون لنسائهم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ماذا يفعلون؟ ماذا ينبغي عليهم أن يفعلوا؟ ينبغي عليهم أن يكتبوا الوصية لأزواجهم، وصية لأزواجهم. واضح أحبابنا؟ قرأ ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم، وصية أو وصية بالضم، وصية لأزواج يعني عليهم وصية، يعني يجب عليكم أن تكتبوا وصية لأزواجكم. طبعا هذا منسوخ كما سيأتي معنا، يعني عليهم وصية. وقرأ الباقون، طبعا منهم حفص عن عاصم، أنه هنا قال وأبو بكر عن عاصم وصية، فحفص عن عاصم له عاصم عنه روايتان، رواية أبو بكر عن عاصم وصية، ورواية حفص عن عاصم وصية. وقرأ الباقون، لابد أن نعرف أن نؤكد هنا، ومنهم حفص عن عاصم وهي المشهورة بالنصب وصية لأزواجهم، يقول لا يخرجن من بيت أزواجهن، لا يخرجن من بيت أزواجهن. وهذا في أول الشريعة كانت العدة حولا سنة كاملة، وهكذا كان في الجاهلية
حتى هذا الحكم كان في الجاهلية، المرأة كان عدتها سنة كاملة. ألا ترى إلى قول لبيد: وهم ربيع للمجاور فيهم، والمرملات إذا تطاول عامها. إذا تطاول عامها، يعني كانت عدة المرأة في الجاهلية سنة، وكانت في الصدر الأول في الإسلام كذلك كانت سنة. ثم نسخ ما زاد على الأربعة أشهر وعشرا، ونسخت الوصية للأزواج بقول النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. إذن هذه الآية أحبابنا نسخ حكمها وبقي لفظها، بقي نسخت حكما وبقيت تلاوتها، بقيت تلاوتها. ويقال نسخ بآية الميراث، وهذا هو الأصوب، نسخت بآية الميراث. ثم قال تعالى: فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، يعني من الزينة، يعني عندما تخرج المرأة من العدة لا حرج عليها بأن تضع الزينة على وجهها أو أن تلبس ثياب الزينة، طبعا في بيتها ليس في الشارع أو في الطريق أمام الرجال الأجانب. أن المرأة المعتدة كما تعلمون حتى في بيتها وبين محارمها تحرم عليها الزينة، فإذا الآن خرجت من العدة، عدة الوفاة، لا حرج عليها أن تضع الكحل وأن تلبس الذهب وأن تلبس الثياب المعصفرة وأن تفعل ما شاء الآن خرجت. قال: يعني من الزينة. يحتمل أنه أراد به الخروج بعد مضي سنة، ويحتمل الخروج في السنة إذا خرجت بعذر في أمر لا بد لها منه. قال: والله عزيز حكيم، وقد ذكرناه، يعني ذكرنا أكثر من مرة تفسير قوله تعالى: والله عزيز حكيم. عزيز، يعني نكرر نحن، عزيز يعني لا يحصل، لا يمكن إدراك ما عنده إلا بتوفيق منه سبحانه وتعالى. حكيم فيما شرع، حكيم فيما أمر، حكيم فيما نهى، يضع الأمور في مواضعها جل جلال الله. قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. والمطلقات أربع، المطلقات أربع: مطلقة سمى لها مهرا، مطلقة سمى لها مهرا، ومطلقة لم يسمي لها مهرا، يعني تزوجها أول شيء: تزوجتك على ألف درهم مقدم وألف درهم معجل. تزوجت، قال لها: زوجيني نفسك، قال: زوجتك نفسي، ولم يذكرا مهرا. ثم طلقها بعد ذلك ولم يسمي لها مهرا. ومطلقة دخل بها، دخل بها سواء كان سمى لها مهرا أو لم يسمي لها مهرا، ومطلقة لم يدخل بها. فالمتعة لا تكون واجبة، المتعة لا تكون واجبة إلا لمطلقة واحدة، وهي التي لم يسمي لها مهرا وطلقها قبل الدخول، لم يسمي لها مهرا وطلقها قبل الدخول، هذه يجب على تجب لها المتعة، تجب لها المتعة كما ذكر في الآية التي سبق ذكرها. يعني تحدثنا عن المتعة سابقا، المتعة التي تجب لهذه المطلقة، وقلنا هناك إذا كنتم تذكرون المتعة هي الكسوة الكاملة التي يعتادها كل أهل بلد، وقلنا شريطة أن لا تزيد على نصف المهر، تكون أقل من نصف المهر، أقل قيمتها أقل من نصف المهر. وفي سائر المطلقات المتعة مستحبة وليست بواجبة، وذكرنا هذا في درس سابق. هذا مذهبنا، هذا مذهب سيد أبي حنيفة. يعني متعة هذا الكتاب أحبابنا وميزته أنه يركز على مذهب الإمام الأعظم سيد أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولا يعني صنفه هذا للأحناف فقط، صنفه لطلاب العلم الأحناف كي يفهم القرآن وفق مذهب سيدي أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وإن كان أحيانا يتعرض لبعض الأقوال، ولكن نلاحظ أنه يركز على قول إمامنا أبي حنيفة
رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. قال حقا على المتقين يعني واجبا على المتقين، واجبان على المتقين. هذا الحاق اللي هو إيش؟ المتعة، وذي المطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال وذلك فيما بينه وبين الله تعالى، فلا يجبر عليه إلا في المطلقة التي ذكرناها. يعني القاضي لا يجبر الزوج على المتعة إلا إن كان قد تزوج امرأة بدون مهر وطلقها قبل الدخول، هذه القاضي يجبره على المتعة، ما عداها هذا يؤدي المتعة بينه وبين الله. ثم قال الباري عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كل من تأفف وهو غريق في نعم الله هذا لا يشكر نعم الله عليه. تجد الآن الناس للأسف يتناولون ما لذ وطاب من الطعام ثم يقولون يا أخي ما في شيء، يا أخي في غلاء، يا أخي ما من نجد عندنا شيء. يأكل ما لذ وطاب عند طعام وشراب ومتع وكل شيء وبعد ذلك يقول ما في شيء، هذا من كفران النعم، هذا من كفران النعم. وهذا الكفران سبب في زوال النعم. الباري عز وجل حليم جل وعلا لا يعاقب بمجرد المعصية، وإنما يترك لك المجال لترجع وتتوب، يترك لك شهرا، سنة، سنتين، ثلاث، أربع، خمس سنوات. تجد الواحد يجلس خمس سنوات يكفر نعم الله عز وجل ويعصي الله بنعمه، والباري عز وجل يحلم عليه جل وعلا، يترك له الباب حتى يفتح له باب التوبة، باب الرجوع إليه. فمن الناس من تسعفه رحمات الله عز وجل فيؤوب إلى الله فيفرح الله به، ومن الناس من والعياذ بالله يعني يختم له بكفران النعمة فيلقى الله وهو عليه ساخط والعياذ بالله. فلذلك أحبابي لنحذر كفران النعم، لنحذر كفران النعم، وليعترف كل واحد منا بنعم الله عز وجل. يعني قبل أن تنام وأنت مستلقي على ظهرك انظر هكذا إلى السماء، إلى السقف، انظر بصرك إلى فوق، ولدقيقة، نصف دقيقة، لعشر ثواني عدد نعم الله عليك، عدد نعم الله عليك لا تكون ممن يكفرون نعم الله. قل الحمد لله بت وأنا آكل، بت وأنا لا أحتاج إلى دواء، بت وأنا عندي فراش، بت وعندي بيت يؤويني، إن كنت متزوجا بت وعلى يميني أو على شمالي زوجة أحبها وتحبني، بت وعندي أولاد، وهكذا عدد نعم الله عليك. فإذا بك تنام وأنت تعدد نعم الله، وتعداد النعم نوع من أنواع الشكر، تعداد النعم نوع من أنواع الشكر، وهذه عبادة ذكرتها أكثر من مرة. تعداد النعم عبادة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس. فعودوا أحبابنا أنفسكم، أسأل الله لي ولكم، يعني أسأل الله عز وجل أن يكون هذا الكلام حجة لي وأن لا يجعله حجة علي. اللهم رحمتك نرجو يا رب، استغفر الله استغفر الله. فتعداد النعم نوع من إيش؟ من أنواع الشكر. قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، خرجوا يقول ألم تخبر، ألم ترى يعني هنا ألم تخبر، فيقع يعني هنا يعني معنى قول ألم ترى يعني ألم تخبر يا محمد صلى الله عليه يا سيدي يا رسول الله، ألم تخبر فيقع لك العلم به، فيقع لك العلم به كما يقع بالنظر. واضح؟ لماذا قال ألم ترى؟ ألم ترى ليه؟ يعني ألم تخبر يا محمد فيقع لك العلم بعدما أخبرت كما وكأنك عاينته ونظرت إليه. وهذه ألم ترى، ألم ترى هذه كلمة تنبيه، كلمة ألم، كلمة ألم هذه للتنبيه. للتنبيه ليتأمل المخاطب فيما يلقى إليه من الكلام. وهذا الأصل يقول له
أرأيت إلى الذين خرجوا؟ ولكن أراد أن يلفت انتباهه كما ذكرنا لكم سابقا أن هذا يعني هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان دائما يعني يستعمل أسلوب التشويق عندما يريد أن يلفت انتباه الصحابة الكرام. كان في ذهن حديث سبحان الله ونسيته، الآن إن شاء الله يأتي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذهب. يقول ألم تخبر، وهذا على سبيل التعجب كما يقال، ألا ترى إلى ما صنع فلان، ويقال ألم ترى يعني ألم تعلم، ألم تعلم. وعليه الرؤية هنا بمعنى العلم، الرؤية هنا بمعنى العلم، وقائمة مقام النظر. نعم. ومما يدل على أن هنا الرؤية بمعنى العلم، هناك دليل مما يدل على أن هناك ترى بمعنى العلم أنه وصل بإلى، لما قال ألم ترى إلى الذين خرجوا، إلى الذين خرجوا. فهي هنا ترى بمعنى تعلم، قائمة مقام النظر، قائمة مقام النظر، كأنه قال انظر إلى، أو ألم تنظر إلى. فهنا ترى، إذن ترى بمعنى تعلم، قائمة مقام النظر. ما هو الدليل على أن هنا على أنها قائمة مقام النظر؟ هو أنه وصلها بإلى، فكأنه قال ألم تنظر إلى الذين خرجوا. واضح أحبابنا المعنى الكلام كيف صار؟ يعني ألم تعلم، ويقال ألم ينتهي إليك خبرهم، ألم يصل إليك خبرهم. على كل المؤدى واحد، ويقال ألم ينتهي إليك خبرهم، أي الآن نخبرك عنهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وذلك أن ملكا من ملوك بني إسرائيل أمر الناس بالخروج إلى الغزو، أمرهم بالخروج إلى الغزو، فخرجوا، فبلغهم أن في ذلك الموضع طاعونا، أن في ذلك الموضع طاعونا، فامتنعوا عن الخروج إلى هناك ونزلوا في موضعهم فهلكوا كلهم. لماذا امتنعوا عن الخروج؟ فرارا من الموت، فأهلكهم الله في موضعهم. هذا الموت الذي تفرون منه قد أدرككم في مواطنكم، في مواقعكم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. يعني يا أخي الموت آتي إليك بسرعة لا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى، ونحن ذاهبون إليه أيضا، ولا بد أن نصطدم به، أن نصطدم به فيأخذ منا ما يريد ونبقى أجسادا خاوية. نسأل الله أن يختم لنا بالحسنى، آمين. قال فامتنعوا عن الخروج إلى هناك ونزلوا في موضعهم فهلكوا كلهم، فبلغ خبرهم إلى بني إسرائيل فخرجوا ليدفنوهم، فعجزوا عن ذلك لكثرتهم. قال وهم ألوف كلهم ماتوا، فعجزوا عن دفنهم لكثرتهم، فحضروا عليهم الحظائر، جعلوا حولهم كالحظائر هكذا جمعون، ثم أحياهم الله تعالى بعد 8 أيام. قالوا ليستكملوا آجالهم، أحياهم ليستكملوا آجالهم. قال وبقيت منهم بقايا لم تحيا، تلك البقايا التي لم تحيا ماتت بأجلها، أما أولئك ماتوا عقوبة ثم أحياهم ليستكملوا آجالهم. وقال بعضهم بلغهم أن هناك للعدو شوكة وقوة،
فامتنعوا عن الخروج إليهم فأهلكهم الله تعالى، يعني امتنعوا خوفا من لقاء العدو. وقال بعضهم إن أرضا كان وقع بها الوباء فخرج الناس منها هاربين فنزلوا منزلا فماتوا كلهم. أستغفر الله. فمر بهم نبي يقال له حزقيل عليه السلام فقال: الحمد لله القادر الذي يحيي هذه النفوس البالية ليعبدوه. فدعا لهم فأحياهم الله تعالى. فذلك قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. قال ابن عباس في رواية الكلبي وفي رواية الضحاك: 8,000، ويقال 70,000، ويقال 18,000. وقال بعضهم وهم ألوف كما قال الله تعالى ألوف، لا تقل 70 ولا 100، هم ألوف، هكذا قال الباري عز وجل: ولا يعرف كم عددهم إلا الله. موتوا فماتوا بكلمة، حذر الموت، يعني خرجوا من ديارهم مخافة الموت. فقال لهم الله: موتوا، يعني أماتهم الله، ثم أحياهم. كما قلنا قبل قليل، هذه موتة يسميها العلماء موتة عقوبة، أو بعضهم قال لا، هذه موتة تنبيه، يعني مثل إيش؟ ورصة أذن، هكذا يعني موتة تنبيه كي يذوقوا ألم خروج الروح، فهذه موتة عقوبة أو موتة تنبيه. إينا. كما قلنا أنه أحياهم بعد ذلك ليستحيا منهم قسما كبيرا ليستوفوا آجالهم. ثم أحياهم: إن الله لذو فضل على الناس، يعني على أولئك الكفار حين أحياهم. يقال هو ذو من على جميع الناس، ويقال على الذين أحياهم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. كما قلنا يتقلبون بالنعم ولا يشكرون رب هذه النعمة، يعني الكفار. ويقال على الذي أحياهم. لعلي ذكرت لكم قصة أحبابنا، كثير من الناس، طبعا هو من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أو من لا لم يشكر الله من لم يشكر الناس. ولكن العاقل السعيد من شكر الناس ورأى بأن المنعم هو الله، هذا هو العاقل السعيد. ذكرنا لكم قصة مرة نعيدها، فيه إعادتها فائدة، ولعل البعض ما سمعها، أن بعض الأولياء والصالحين خرج مسافر، هاجر من بلده وأخذ معه مالا، وخرج يبحث عن ولي حقيقي لله سبحانه وتعالى، وقد جعل في مخيلته صورة معينة للولي الذي يريد أن يراه، يعني هو يبحث عن ولي لا يرى إلا الله ولا يتعامل إلا مع الله، هكذا يريد هو. فذهب دخل أول مصر فسأل عن الأولياء والصالحين، ذهب إلى فلان: السلام عليكم. عليكم السلام. وجده ما شاء الله يذكر ويصلي ويقرأ القرآن، ما شاء الله جميل. أخرج من جيبه صرة مال وقال له: خذ لا لك. أخذ الصرة: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أكثر الله من أمثالك. ذهب، قال: ليس هذا. ذهب إلى الثاني، إلى الثالث، إلى الرابع، ويقول: يا أخي ما في هذا البلد، ما في أولياء، عجيب، أين الولي، أين الأولياء؟ إلى أن التقى برجل أشعث أغبر ذي طمرين كما جاء في الحديث، فقال: السلام عليكم. قال: عليكم السلام ورحمة الله. أخرج من جيبه الدنانير وقال له: خذ لا لك. فقال: هات لا منك. أيوة جميل، أنت من نبحث عنه، خذ لا لك، لا نعطيك أنت، نعطي الله. فماذا قال له؟ هات لا منك، من الله، فأنت أعطيت الله وأنا أخذت من الله. انظر، هذا هو الكمال، هذا كمال الشكر. هذا يحتاج إلى تدريب، أن يدرب الإنسان نفسه دائما على هذه المعاني. كلما جاءتك نعمة قل هي من الله سبحانه وتعالى، وإن جاءتك بلية قل هذه بلية. أحبابنا والله ينبغي، أسأل الله عز وجل أن يجعلني أول العاملين بهذا الكلام، عندما تنزل البلية ينبغي أن نعتقد
أن في طيات البلايا محن وعطايا. ينبغي أن نعتقد، ينبغي علينا إذا كنا أهل أدب مع الله، إذا كنا أهل أدب مع الله وأهل فهم لله عز وجل، يجب علينا أن نعتقد أن مع البلايا نعما وعطايا، نعم وعطايا مع البلية عندما تنزل. ينبغي أن أعتقد تماما أن هذه البلية عبارة، أن هذه البلية عبارة عن غطاء. ماذا غطي به؟ غطي به نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. قالوا في هذه الآية دلالة نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حيث أخبر عمن قبله ولم يكن قرأ الكتب النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. ولا تسمعوا أحبابنا ولا تلتفتوا إلى من يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قبض إلا بعد أن تعلم القراءة والكتابة، هذا فسق وضلال، هذا فسق وضلال، هذا فسق وضلال. كل من يعتقد بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتب وكان يقرأ، هذا يخشى عليه والعياذ بالله، يخشى عليه الكفر. هذا الكلام لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نبي أمي، لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فظهر ذلك عند اليهود والنصارى وعرفوا أنه حق. وفي هذه الآية إبطال قول من قال إن الإحياء بعد الموت لا يجوز، وينكر عذاب القبر، لأن الله تعالى يخبر أنه قد أماتهم ثم أحياهم جل جلال الله. ثم قال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قل هذه الآية ثلاث مرات في بلاد الكفر، يا لطيف، تقوم الدنيا ولا تقعد، لا يخافون إلا من هذه الآيات، لا يخافون ولا يخشى أعداؤه الله عز وجل إلا من ترداد هذه الآيات. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ثم قال عز وجل وقاتلوا في سبيل الله، قال ابن عباس في رواية أبي صالح لما أحياهم الله تبارك وتعالى قال لهم قاتلوا في سبيل الله، ويقال هذا أمر بالجهاد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال لهم وقاتلوا في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله أي إلي لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله. وفي الحديث عند في الصحيحين عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن القتال في سبيل الله إيش يعني؟ قال لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله. إذن أحبابنا كل عمل، كل عمل تقوم به والغاية منه إعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله، فهو جهاد في سبيل الله. أعيد، كل عمل تقوم به وتقصد من خلاله إعلاء كلمة أي عمل، حتى ولو أنك علمت إنسان خمس كلمات، علمته خمس حروف، حتى ولو أخذت بيد رجلا إلى بيت الله عز وجل تقصد بذلك إعلاء كلمة الله، فأنت مجاهد، أنت في سبيل الله، أنت في سبيل الله، لأنك تقصد بذلك إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. قال وقاتلوا في قال لهم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أي سميع لمقالتهم، يعني لقولهم لما خرجوا قالوا يعني نخرج من ديارنا، نخرج من ديارنا لما ما حصل في خرجوا من أجل أن يقاتلوا، قالوا نحن خرجنا من ديارنا من أجل أن نسلم، من أجل أن لا نموت، فنذهب للموت. قال سميع لمقالتهم عليم
عليم بالأرض التي وقع فيها الوباء. قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أمر الله عز وجل، أمر الله عز وجل بالقتال، قال: وقاتلوا في سبيل الله. نعم. فلما أمر بالقتال في سبيل الله، فماذا يحتاج القتال في سبيل الله؟ إلى ما يحتاج؟ يحتاج إلى المال. القتال والجهاد في سبيل الله يحتاج إلى ماذا؟ إلى المال، الجهاد. فحث على الصدقة الباري عز وجل لتتهيأ أسباب الجهاد. لذلك قال: من ذا الذي يقرض الله؟ بعد أن أمرهم بالجهاد حثهم على الصدقة ليهيئوا أسباب الجهاد في سبيل الله من شراء سلاح وعتاد وتجهيز الجيوش لقتال أعداء الدين وأعداء الأمة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قوله تعالى: من ذا الذي، من ذا الذي، هل هذا استفهام؟ قال: نعم. من ذا الذي؟ قالوا: هذا استفهام بمعنى الأمر. هذا استفهام، من ذا الذي، هذا استفهام يعني من ذا الذي يقرض، يعني أقرضوا، يعني أقرضوا، أقرضوا الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قرضا حسنا، قرضا جميلا. والمراد هنا من القرض الحسن كما قال العلماء يعني أن يقطع. ما هو القرض؟ القطع. القرض تقول قرضت، قطعت. فمن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يعني أن تقطع من مالك، أن تقطع من مالك فتعطي الفقير. هذا هو القرض، أن تقطع من مالك. ما هو القرض الحسن؟ قالوا فسروا القرض الحسن بتفسيرات كثيرة، منها كما قال ابن عباس، قال: هو القرض الحسن أول شيء أن يعجله، ثانيا أن يستره، ثالثا أن يستصغره. أول شيء التعجيل، لا تؤخر. إذا ما علمت أن فلانا بحاجة وأنت قادر على إعطائه، حذاري أن تتباطأ. لأنك أنت عندما تريد، عندما يكون لك حاجة تريد أن يستنفر العالم كله لقضاء حاجتك، وكذلك هذا الآن المبتلى المحتاج، فسارع لقضاء حاجته، سارع مباشرة. أول شيء أن يعجله، هذا القرض الحسن، التعجيل. اثنين، الستر. لا ينبغي الآن كل ما إنسان فعل شيء فعل فعلا حسنا على اليوتيوب، حملة لجباية الأموال للفقراء والمحتاجين والأيتام، ويفضحون، يفضحونهم يتيما يتيما، أرملة أرملة، مسكينا مسكينا، يعرضون هكذا. هذه عمليات فضح وإذلال الفقراء والمحتاجين، على الفيسبوك، على الواتساب، على التليجرام، على اليوتيوب، كل فضائح. هذا لا يجوز. القرض الحسن أن تعجله، وأن تستره، أن تستره، وأن تستصغره. لو أعطيته ملء الأرض ذهبا قل: هذا قليل في جنب ما من الله علي به. أن تستصغر ما أعطيت. الآن يستعظمون ما قدموا وإن كان درهما. يقول: أنفقت في سبيل الله. ماذا أنفقت في سبيل الله؟ في جعبتك مليارات وأنفقت درهما، تقول: أنفقت في سبيل الله؟ أنت ما أنفقت شيئا. أعيد، القرض الحسن كما قال ابن عباس ما هو؟ أن يعجل، التعجيل، والستر، والاستصغار. يستصغر ماذا؟ النفقة، مهما كانت كبيرة يقول هي قليلة. هذا هو القرض الحسن. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ نزلت في شأن أبي الدحداح. الله، قال: يا رسول الله، إن لي حديقتين لو تصدقت بواحدة منها أيكون لي مثلها في الجنة؟ انظر كيف ينظرون إلى بعيد، إلى بعيد، بل إلى قريب، لا إلى بعيد، إلى قريب. لأن الموت أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. موت فجنة، موت فنار، أبدا، بعد أن تنفخ هذه الروح إما جنة أو نار.
فإذا الأمر قريب، الأمر قريب، لا تقول أنا ما زلت صغيرا، ما زلت شابا. الموت لا يعرف كبيرا ولا صغيرا، الموت يعرف انتهاء الأجل، سيأتي أجلك، انتظر لحظات ويأتي، لحظات ويأتي، انتظر. ولكن أسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى، وأن يجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا عملا يرضيه وقولا يرضيه عنا. آمين آمين. كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رب أيكون لي مثلها في الجنة؟ قال نعم. قال أم الدحداح معي، انظر، وأم الدحداح كان يحب الأم الدحداح، وهكذا أحبابنا ينبغي علينا أن نحب زوجاتنا وأن يحبنا زوجاتنا. هنا لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني امرأته. قال نعم. قال والدحداح معي ابني، يعني قال يعني ابنه. فقال نعم. قال أشهدك أني قد جعلت حديقتي لله تعالى. انتهى الأمر، سأدخل الجنة أنا وأم الدحداح والدحداح. ثم جاء إلى الحديقة، انظر للزوجة الصالحة أحبابنا، هذه التي تحب، هذه الزوجة التي تحب تدفع زوجها إلى جنة عرضها السماوات والأرض. انظر، وقام إلى الباب وتحرج الدخول فيها بعدما جعلها لله تعالى، ونادى يا أم الدحداح أخرجي فإني جعلت حديقتي لله تعالى. فخرجت وتحولت إلى حديقة أخرى وقالت له يا ويلاه لقد ذهبت الجنة الحديقة، ماذا فعلت يا أبا الدحداح، لقد أهلكت. لا، ما قالت هذا، ما قالت هذا، بل قالت هنيئا لك بما فعلت. الله الله الله، هنيئا لك بما فعلت أو كما فعلت. هذه المرأة، هذه المرأة الصالحة التي ينبغي أن نبحث عنها إذا ما أردنا أن نتزوج، والتي ينبغي أن نربي بناتنا على هذا المنهج، أن تعين زوجها على آخرتها، على آخرته، على دينه، أن تعينه على دينه. فنزل قوله تعالى فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يعني ألفي ألفي ضعف. قال الفقيه حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا ثالث بن مردوية قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا جعفر قال حدثنا علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي قال بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث أنه قال إن الله تعالى يكتب للعبد المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة، فحججت ذلك العام لألقى أبا هريرة فأكلمه في هذا الحديث، هل أنت قلت بأن المؤمن إذا فعل حسنة يكتب له ألف ألف حسنة؟ فلقيته فأخبرته فقال ليس كذا قلت، ليس كذا قلت، ولم يحفظ الذي حدثك عني، وإنما قلت ألفي ألف حسنة وليس ألف ألف حسنة، لا الأمر أكثر، وإنما هم ألفي ألف حسنة. ثم قال أبو هريرة أولستم تجدون في كتاب الله تعالى قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قوله كثيرة أكثر من ألف ألف ومن ألفي ألف. فلننفق أحبابنا، فلننفق في سبيل الله، لنبحث إذا علمنا أن زيدا بحاجة لمساعدة لمال، نتفق فيما بيننا جميعا ونعطيه المال، كنا عشرة إذا كل واحد دفع جزء ساعدنا أخانا فلان وأعناه وانتشلناه وأخرجناه من حاجته، هكذا ينبغي علينا أحبابنا أن نفعل. ثم قال الله عز وجل والله يقبض أي يقتر الرزق على من يشاء، الله يقتر الرزق على زيد اختبارا لعمر، هل عمر ينفق على زيد أم يبخل؟ وكذلك يبتلي زيد، هل زيد يصبر على هذا التقتير أم يكفر؟ ويبسط يعني يوسع على من يشاء من عباده، ويقال يقبض الصدقات ويخلفها الثواب، يقبض الصدقات ويخلفها الثواب في الدنيا وفي الآخرة. وقال بعضهم يسلب قوما ما أنعم عليهم ويوسع على آخرين، ويوسع على آخرين. لاحظ
يسلب قوما ما أنعم عليهم ويوسع على آخرين. فإذا علم العبد ذلك، علم أن الله يقبض وعلم أن الله يبسط، هان عليه الإعطاء، هان عليه الإعطاء. ليه؟ لأن الله هو الذي يوسع. فكأن الله قال لا تخافوا الإقلال، لا تخافوا الإقلال بسبب الإعطاء، ولا تظنوا أن الغنى سببه البخل والإمساك، لا أبدا، الله هو الذي يقبض وهو الذي يبسط. فأنا عندما أعلم ذلك أعطي فلا أخشى. ليه؟ لأن الذي أعطى هو الله، ولما أعطي أنا على ثقة بالله بأنه سيخلف علي النفقة أضعافا مضاعفة، أنا أثق بالله، ما في أزمة الثقة، أزمة الثقة ما في، أنا أثق بالله تبارك وتعالى. وإليه ترجعون في الآخرة. قرأ حمزة والكسائي ونافع أبو عمرو فيضاعفه بالألف وبضم الفاء، وقرأ عاصم فيضاعفه بالألف وبنصف الفاء وبنصب الفاء، وقرأ ابن كثير فيضعفه بغير ألف وبغير ألف وبنصب الفاء. فأما من قرأ فيضاعفه بالألف والضم يضعفه، فهما لغتان بمعنى واحد، يقال ضاعفت الشيء وضعفته. ومن قرأ بضم الفاء عطفه على قوله يقرض الله، ومن نصبه فعلى جواب الاستفهام، من ذا الذي يقرض فيضاعفه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، فيكون ايش؟ جواب الاستفهام. وقرأ نافع يبسط بالصاد، وقرأ الباقون بالسين وهو أظهر عند أهل اللغة. وفي كل موضع يكون الصاد قريبا من الطاء جاز أن يقرأ بالسين وبالصاد، مثل المسيطرون ومثل الصراط، لأنه يشتد الفرق الصادي عند ذلك، فيجوز القراءة بالسين. ثم قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة.